بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد أيها الإخوة الكرام إلى كتاب ليغي كومبخوندغ لتعلم اللغة الفرنسية. طبعا كنا قد وصلنا في آخر فقرة إلى حدود هد العبارات كما نلاحظون. طبعا رأينا أولا on a vu premièrement des mots avec bleu par exemple Il pleut. Papa n'a plus de tabac. On avait aussi des mots avec clé. Tape sur le clou. René est en classe. On avait aussi d'autres mots avec pleu. Par exemple, le cartable. Lucie a des cheveux blancs. Et enfin, on a vu des mots avec fle. Par exemple, le vent souffle. Rémi ne siffle pas. Pour l'instant, nous continuons avec ce paragraphe. Nous commençons tout d'abord par cette formule que nous voyons ici. Alors là, on a il y a. إذا نبدأ بهذه الصيغة التي عندنا هنا إيليا. طبعا أحيانا نتكلم عن إيل أ، يعني هو عنده إيل أ إن بليم، يعني هو عنده ريشة. لكن عندما نقول إيليا إن بليم، يعني أن توجد هناك ريشة. إذا طبعا سنرى هذه الصيغة في مجموعة جمل هنا. نبخونون la première phrase. Dans le jardin, il y a de jolies fleurs. Dans le jardin, il y a de jolies fleurs. Il y a de jolies fleurs. إذن فلنتدرب على هذه العبارة. فلنتدرب على هذه الصيغة. إذن في الحديقة, dans le jardin, il y a. توجد هناك شنو كاين في الحديقة؟ دو جولي فلوغ، يعني كاين زهور جميلة، أزهار جميلة. دون لو جاردان إيليا دو جولي فلوغ. نو باسون على دوزيام فراز. سوغ لا طابل إيليا اون ناب بلو. سي نو برونون ست إيماج باغ إكزومبل. سي نو برونون ست إيماج Bien sûr, nous voyons une table sur laquelle il y a une nappe jaune. Sur laquelle nous voyons une nappe jaune. إذن عندنا مائدة التي عليها. Sur laquelle التي عليها. طبعا في المذكر نقول sur lequel الذي عليه. إذن sur laquelle il y a une nappe jaune. التي عليها غطاء أصفر. Alors là, on a sur la table, il y a une nappe bleue. إذن هنا عندنا على الطاولة. هنا عندنا على الطاولة أو على المائدة. Il y a une nappe bleue. Il y a une nappe bleue. هناك غطاء أزرق وليس أصفر كما عندنا هنا. طبعا مرة أخرى نتكلم عن الناب، نتكلم عن غطاء. كلمة مؤنثة في اللغة الفرنسية كما تلاحظوا عندنا إن، ما عندناش الناب كلمة مذكرة، لا، عندنا هنا الناب، عندنا كلمة مؤنثة. إذا كلمة بلو سنقول زرقاء، سنضيف أ. ثم إليا أوسي لا سوب. ألوغ لا Nous parlons de la table sur laquelle il y a tout d'abord une nappe bleue. Et nous parlons de la maïda, التي عليها une nappe bleue, عليها غطاء أزرق. ثم ماذا؟ Il y a aussi la soupe. هناك أيضا الحساء. Après, qu'est-ce qu'il y a? Le vin. هناك الخمر. طبعا في عادة الناس في الغرب أنهم يحتاسون الخمر
أثناء الأكل. طبعا هذه عادتهم. نحن عندنا طبعا الإسلام يحرم هذا، وفي الغرب حاليا طبعا يحاولون أن يبتعدون عن هذه العادة، لأنهم وجدوا بأن الخمور أنها تسبب مشاكل صحية. Il y a aussi la soupe, le vin, les plats. Les plats. كتكلم عن les plats. Voilà, c'est un plat. غير تكلم عن صحن. طبعا هنا les plats هناك الصحون. وعندما نتحدث عن الصحون ممكن نتحدث عنها فارغة أو ممتلئة. كما ذكرنا مثلا نقول un plat de couscous. نقول مثلا صحن من الكسكس. صحن من الكسكس. إذن كما قلنا الآن sur la table il y a une nappe bleue. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a aussi la soupe, le vin, les plats. Et sur la table, qu'est-ce qu'il y a? Sur la table il y a Mickey et Miro. وأسفل المائدة هناك il y a هناك Mickey et Miro. هناك ميكي وهناك ميغو. هناك القط ميكي والكلب ميغو. إذن sur la table فوق المائدة il y a une nappe bleue, il y a aussi la soupe, le vin, les plats. Sous la table أسفل المائدة il y a ميكي et ميغو. Nous passons à la troisième phrase. ميكي جو avec ميكي جو avec une petite plume. Avec une petite plume. إذن ميكي يلعب بريشة صغيرة. ممكن تكون ريشة طائر وممكن تكون ريشة الكتابة. ميكي جو avec une petite plume. ميغو إيكوت لابلوي. ميغو إيكوت لابلوي. إذن ميغو ينصت لبلوي إلى المطر. مقصودون أنه ينصت إلى صوت المطر. إذن طبعا أحيانا نتكلم عن لو فيرب إيكوتي كما عندنا هنا فعل أنصات أو استمع. وهناك أيضا لو فيرب أونتوندر. لو فيرب أونتوندر اللي هو فعل سامع، يعني تسمع شي حاجة تتكون ماشي مثلا أو واقف أو جالس حتى تسمع شي صوت. حتى تسمع شي صوت يعني تيجي على غفلة، تيجيك الصوت ماشي انت اللي باغي تسمعو ولكن تتسمعو. هنا نتحدث على لو فيرب أونتوندر. مثلا نقول جي أونتوندي أن بغوي. أنا سمعت صوتا، سمعت ضجيجا. لكن لو فيرب إيكوتي يعني انت تتبغي تسمع واحد الحاجة. انت تتبغي تسمع واحد الحاجة. مثلا نتكلم عن ايكوتي لا ميوزيك. نتكلم مثلا عن ايكوتي لا ميوزيك، تستمع للموسيقى. اذا ميكي جو، ميكي جو افيك اون بيتيت بلوم، ميغو ايكوت لا بلوي. بور لا كاتخيام فراز، روني ا بيردي لا كلي دو بلاكار. روني a perdu la clé du placard. René faqada. On a ici le verbe perdre. On a le verbe perdre. عندنا فعل فقد. طبعا هو فعل ينتمي للمجموعة الثالثة. إذا طبعا لو بارتيسيباس الخاص به هو perdu. René a perdu. إذا نتكلم على لو باسي كومبوزي دو فيرب perdre. René a perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu? La clé du placard. Et d'un nouveau faqada. La clé du placard. Miftah al-khizana. Il pleure. Il pleure. Et d'un nouveau yebki. Et d'un nouveau yebki. Ne pleure pas, René. Cherche partout. La tabki à René. Cherche partout. Ibhat fi kulli makan. Partout. Partout, yani fi kulli makan. شيرش بارتو. ابحث في كل مكان. عندنا هنا لو فيرب بلوغي وعندنا لو فيرب شيرشي مصرفين على امبيراتيف، مصرفين في الامر. تتقول شي واحد شيرش ابحث، بلوغ ابكي،
لا بلوغ با لا تبكي. نقول مثلا نو شيرش با لا تبحث. تيكون عندنا الفعل ممكن نوضعوه في لا نيغاسيون، نوضعوه في النفي. اذا نقول نو بلوغ با لا تبكي غني. شيرش باغتو ابحث في كل مكان. ثم لا فوالا سو لا طابل، لا فوالا سو لا طابل، ها هو اسفل المائده. اوف دي غني. اذا غني يقول اوف. اذا اوف دي غني. غني عندما وجد المفتاح اذا هو تتنهد كدلاله على التعب الذي حصل له. اوف دي غني. اذا كما قلنا غني ا بيردي لا كلي دو بلاكار. René a perdu la clé du placard. Il pleure. Ne pleure pas, René. Cherche partout. La voilà, sur la table. Off, dit René. Il pleut. Il pleut. Yajib al-Farraq à Bin. Il pleure. Il pleure. Ou Bin, il pleut. Il pleut. Ou Yumter. Tentiklmoula al-Matar. Amma. Il pleure. Ou Yabki. Il pleut. Et de nouveau, Yomter. René ne joue pas dans la cour. René ne joue pas dans la cour. Et de René là il a. René là il a. Sahar. Et de Madame Anna le matin Yomter. René ne joue pas dans la cour. René là il a. Sahar. Qu'est-ce qu'il va faire? Et de Madame Seifel. Il prend des planches et des clous. Il prend des planches et des clous. Il prend. Bien sûr, c'est le verbe prendre. C'est le verbe prendre. Il prend. Des planches. Et des clous. Voilà, ce sont des planches. Et voilà, c'est un clou. ثم أخذ مسامير. Il coupe les planches. إذن هو يقطع les planches. On a le verbe couper conjugué au présent de la même façon comme le verbe prendre. Il coupe. إذن هو يقطع les planches. Il tape. Voilà, c'est un clou. Il tape sur les clous. إذن هو يضرب فوق المسامير حتى تربط بين الأخشاب. Il tape sur les clous. Il tape sur les clous. هو يضرب فوق المسامير. Et voilà une petite auto pour bébé. وها هي سيارة صغيرة من أجل الرضيع. من أجل الرضيع. Et voilà une petite auto pour bébé. Une petite auto pour bébé. وها هي سيارة صغيرة من أجل الرضيع. إذا غني يصنع من الأخشاب والمسامير يصنع سيارة للرضيع. ثم عندنا جو دو ليكتور سيلونسيوز. عندنا لعبة القراءة صامتة. أوفونتيل شيرش. أوفونتيل أين يذهبون؟ شيرش. طبعا أين يذهبون ممكن تعني إلى أي مكان يذهبون، وممكن تعني كما عندنا هنا على أي أرضية يمشون. فين تمشيو؟ واش تمشيو في البحر مثلا؟ واش تمشيو في الطريق؟ إلى غير ذلك. شيرش ابحث. نبخونو لا بخوميييغ فخاز. لو بو نافيغ فا سور. Le bon navire va sur Al-Bakhira al-Jamila. Al-Bakhira al-Jamila. طبعا نتكلم هنا عن كلمة navire، كلمة مذكرة. لذلك سنقول هنا le bon. أما في التأنيث فنقول la belle. في التأنيث في المؤنث نقول la belle. ولكن في اللغة الفرنسية كلمة navire هي كلمة مذكرة. لذلك سنقول هنا le bon navire. Le bon navire. طبعا في اللغة العربية سنقول الباخرة الجميلة ولا نقول الباخر الجميل.
إذا لوبو نافيغ فاسور يذهب فوق يسير فوق اسكيل فاسور لا روت أو بيان إل فاسور لو تابي أو بيان إل فاسور لو أو بيان إل فاسور لو. إذا الباخرة الجميلة تذهب فوق لا روت فوق الطريق فوق الطريق لو تابي فوق السجاد أو الزربية سور لو فوق الماء. Bien sûr, nous choisissons le dernier mot. Nakhtar, akhir kelima. Le beau navire va sur l'eau. Et le bakhir al-jamila tadafouqa, al-ma. Pour la deuxième phrase, le vélo d'orone va sur. Est-ce qu'il va sur l'eau, la route ou bien le mur? Et le rajat d'orone tadafouqa. تسير فوق الماء لا غوت الطريق لو ميغ فوق الجدار فوق الجدار او فوق الحائط. اسكو لو فيلو دوغوني فا سيغ لو سيغ لا غوت او بيان سيغ لو ميغ او بيان سيغ لو ميغ. لو فيلو دوغوني فا سيغ لا غوت نو شوازيسون لا غوت. بور لا تخوازيام فراز le petit chat va au cinéma sur le tapis. Est-ce que le petit chat va au cinéma ou bien que le petit chat va sur le tapis ou bien que le petit chat va sur le tapis. إذن هل القط الصغير يذهب إلى السينما أو أنه يسير فوق السجاد أو الزربية؟ Bien sûr que le petit chat va sur le tapis. Sur le tapis. Il y a un aqrab li al waqi'. Wala najid matalan qittan yadhhab ila al cinéma. Idan le petit chat va sur le tapis. Pour la quatrième phrase, le bon élève va à moto à l'école. التلميذ الجميل أو التلميذ الجيد إلى غير ذلك فا أنه يسير أموطو على الدراجة النارية أليكول يذهب إلى المدرسة. إذا سنقول طبعا لو بون إليف فا أليكول التلميذ الجميل ذهب إلى المدرسة. بور لا ديغنييغ فراز الجملة الأخيرة Le soir, papa va. Le soir, papa va. Fil masa. طبعا le soir يعني المساء. Le soir, المساء. ولكن في الجملة كما ذكرنا أن كلمة le soir تعني في المساء. نقول أحيانا لو متى ثم نكمل الكلام المقصود في الصباح. إذن عندنا هنا le soir. في المساء, papa va. الأب يذهب أو أبي يذهب à l'école. Est-ce qu'il va à l'école؟ هل هو سيذهب إلى المدرسة؟ أو السينما؟ إلى السينما. ما هو الأقرب إلى الواقع؟ ما هو الأقرب إلى الواقع؟ Bien sûr, nous choisissons. Le soir, papa va au cinéma. طبعا كما كانت عادة الناس في وقت شيء ما قديم. في وقت شيء ما قديم. إذا في واحد الوقت كان الناس يمشوا للسينما. إذا هنا سنقول لو سوار بابا فا أو سينما. إذا في المساء الأب يذهب إلى السينما. إذا نكتفي بهذا القدر. نلتقي في فقرة قادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.